البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باش نعاونوا بعضنا وصفه البطبوط. ريسيت سهله وياسر بنينه، مشتهي برشا في رمضان البطبوط. هذوما هنا المكونات نتاعنا كيما تشوفوا. بالنسبه للبطبوط باش نستحقوا السميد ارطب، وباش نستحقوا زيادة للفارينه. ديما كميه السميد اكثر من كميه الفارينه. اخذت لهنا 250 غرام سميد ارطب، عليهم 150 غرام فارينه. الكميه هذه راهي صغيره، اذا كان تحبوا برشا او كزودوا في المكونات الكل. خذيت عليهم 3 مغارف كبار متاع زيت زيتونة، مغرفة كبيرة خميرة فورية، مغرفة كبيرة سكر، مغرفة صغيرة ملح. بالنسبة للملح المغرفة ماهيش مكومة، وبالطبيعة ما باش نعجنوا بيه، الماء اللي باش نعجنوا بيه لازم يكون دافي. هذوما هنا المكونات، وتوا يلا نتعداو للطريقة. اول حاجه لهنا باش نعملها، باش ناخذ صحفه هكاكه صغيره كيما تشوفوا، باش نحط فيها مغرفه الخميره، وباش نحط مغرفه السكر، باش نزود عليهم شويه ماء دافي. الماء لازم يكون دافي، ماهوش سخون يغلي راهو، سينو يحرق لكم الخميره وما يخليهاش تعمل المفعول نتاعها. كيما شفتوا هكاكه شويه ماء، ونخلط بالباهي بالباهي. حسيت الماء شويه، باش نزيد شويه ماء اخر ونخليهم على جنب للي الخميره هذيك تعمل المفعول نتاعها، باش بعد نخدموا بيها. اخذت لهنا صحفه اخرى باش نحط فيها بقيه المكونات. حطيت لهنا السميد والفارينه، باش نكمل نحط الملح، ونكمل نحط الزيت، ومن بعد نخلطهم بالباهي بالباهي للي كل شيء يدخل في بعضه. صاي لهنا المكونات متاعنا دخلوا في بعضهم. جبت الخميرة اللي حطيتها ديجا باش تتفاعل مع السكر والماء، كملت حطيتها مع بقية المكونات، وباش نبدأ توا نعجن. نبداو هكيكا نعجنوا بشوي بشوي. المرة الأولى نحطوا الماء هذيك اللي مع الخميرة، ومن بعد نبداو نزيدوا في بقية الماء الآخر بشوي بشوي. نزيدوا الماء على مراحل، ديما الماء اللي باش نضيفوه هذيك راهو ماء دافي. بالنسبة لكمية الماء الحقيقة ما نعرفش قديش، أنا حطيت هكيكا الماء وبديت نزيد بشوي بشوي، وهاو كاينكم ميزانكم. المهم تزيدوا هكيكا تدريجيا بشوي بشوي للي تحصلوا على عجينة تبدأ متماسكة، وتكملوا تعجنوها للي تولي عجينة هكيكا رطبة وباهية. المهم تبديش كيسحة برشا وما تبديش تتلصق. انا كملت لهنا، حطيت كمية الماء اللي لازم معناها نحطها، والحقيقة مانيش باش نكمل نعجن بيدي، باش نحطها في العجينة هكيكا اسهل لي. كيما تعرفوا اللي تبعوا فيه من قبل، انا نكره العجنين، دونك هذيك علاش باش نعجن بالعجينة. سينو تكملوا تعجنوا بيديكم عادي، راهو ما تتطلبش برشا برشا عجنين. وهذه لهنا العجينه نتاعي صايي حاضره. كيما شفتوا التكستور نتاعها تبدا هكا رطبه محليها، وفي نفس الوقت تبدا معناها شاده روحها وماهيش تتلصق كيما شفتوا هكيكا. المره الاولى باش تحسوها محلوله يعني ملي كنت نعجن فيها، اما سميد راهو يشرب. هاكا ردوا بالكم، تو باش نغطيها وباش نخليها تخمر حكايه ساعه. وبالنسبه للوقت هاكا عينكم ميزانكم، واللي تشوفوا الفوليوم ولا دوبل راهي صايي حاضره. ولهنا صايي كملت خمرت كيما شفتوا، هاكا الفوليوم ولا دوبل. توا باش ندخل يدي هكيكة وباش نخرج منها الهواء، ضرورية العملية هذه، لازم راهو أي عجينة نعجنوها نخرجوا منها الهواء. هذه لهنا العجينة متاعي باش نقسمها على اثنين، باش معناها تسهل عليا الخدمة، ما نحلهاش الكلها فرد مرة. الطرف هذيك باش نغطيه باش ما يعمليش القشرة من فوق ويشيح، لازم تغطيوه. وهذه باش نحلو، خذيت هنا شوية فارينة وسميد باش نحط مع البلان دو ترافاي. ما تكثروش برشا برشا، من بعد يجيكم البطبوط هكا فيه شوية حروشية من برا، يجي ياسر محليه. المهم خلطوا بين السميد والفارينة، وباش نبدا هنا نحلها. ما نحلوهاش خشينة برشا وماهيش جويدة برشا، وتجيبوا أي حاجة هكا تفورموا بها، إذا كان تحبوه صغير تحبوه كبير، اعملوا الحجم اللي تحبوا عليه. أنا هنا الحجم هذا اللي نحب عليه. نكمل لهنا معناها نشكلهم الكلهم هكيكا. الكعبات اللي نحضرهم نصففهم في البلاتو، حطيت بحذية بلاتو وقاعده نحط فيه معناها في الكعبات. تنجموا تحطوهم فوق منديله في اللي تحبوا. وهذيك لهنا العجينه عاودت لميتها، وباش نكمل نشكلها، نكمل نشكلهم هكيكا كلهم بنفس الطريقه للي توفى الكميه الكل. ومن بعد نغطيهم ونخليهم يخمروا، وحكيت درجين اخرين ضروري راهو نعاودوا نخمروهم مره اخرى. ومن بعد نطيبوهم، طيبوهم في طاجين، في قليه، كريبيير اللي تحبوا.
عيبات البطبوط متاعي كلهم هنا حاضرين كيما شفتوا، رصفتهم في البلاتوات باش نغطيهم ونخليهم دارجين يعاودوا يخمروا. ديجا اللي حضرتهم لولانينا هاكم بداو يعاودوا يخمروا، وباش نحضر الكريبير متاعي نخليها تسخن، وكي نشوفوها سخنت صايي نبداو نحطوا نطيبوا كعبات البطبوط. بعد المره الاولى تبدا الكريبير سخونه على الاخر، ولا طاجين ولا في اي حاجه تحبوا تطيبوا فيها، ومن بعد تنقصوا في الغاز. لازم معناها طيبوهم في نار متوسطه، اذا كان طيبوهم في نار عاليه برشا يتحرقوا لكم ويقعدوا معناها من داخل نيين. وكي نشوفوا الجهه هذيك طابت نقلبوهم الجهه الاخرى. بالطبيعه التطيب ساهل، الناس كل تعرف معناها الطيبو، المهم النار تبدا من الاول عاليه ومن بعد نقصوا في الغاز. وهذوما الكعبات نتاعي صايي لهنا حضروا، ما نحكي لكمش قديش جاوا بنين وخفيف ما شاء الله، كيما تشوفوا فارغين من داخل كيما لازمهم يكونوا بن على بن. بالنسبه للحشوه اعملوا الحشوه اللي تحبوا عليها واللي انتم تاكلوها، تنجموا تعملوا بالتون بالسلامي بالجامبون بالدجاج باللي تحبوا، هذيك الحشوه اختي. انا باش نوريكم انا باش نعملهم حسب ما نحبوا احنا وحسب ما يحبوا صغاري، وانتم بالطبيعه تبدلوا كيف ما تحبوا. خديت هنا هريسه تون زيتون طماطم ليتو وجبن، تنجموا زيد تزيدوا مايونيز، تنجموا تزيدوا اللي تحبوا تشتهيوا، انا هذوما الحاجات اللي يحبوهم. اهو كعملتهم، ما شاركتوش معاكم كيفاش نعمر فيهم من داخل على خاطر صي لازم باش ياذن وانا مازلت في البطبوط. وهذه البطبوط نتاعي لهنا في عن التقديم، ان شاء الله تكون عجبتكم الريسيت وان شاء الله تجربوها كالعاده. واذا كان جربتوها ابعثوا لي التصاور نتاعكم على انستغرام، راهم يفرحوني برشا برشا. وتو مازال كامش نقولكم بسلامه وعلى بروشين ان شاء الله، باي باي.